احنا معانا تقرير الربيع، شوف هيقول ايه ورجع لك تاني. ابا حفصن. ابو ايه؟ ابا حفصن. ابو حفصن. بدر من اللعيبه الفعاله، من اللعيبه المهمه، كان لعيب وسط ملعب مهاري، عنده رؤيه، مهاري، لعيب يعني كان مهم جدا يعني، وادى مهمته على اكمل ما يكون بصراحه خلال الفتره انا كنت موجود فيها يعني، سواء كان اساسي او بديل يعني. اساسي كان بيبقى فعال فعلا وله دور مهم جدا، لو بديل برضه كان بينزل ويسد وبيحاول. فعلى المستوى الفني بدر رجب لعيب كان مهم جدا معانا، وشارك في بطولات وشارك في ماتشات، وكان من اللعيبه اللي اللعيبه المدربين بيحبوهم واللعيبه بتحبه. فبدر ادى على اكمل ما يكون، وصراحه كان يعني كان دوره ايجابي دايما في كل المباريات والبطولات اللي موجود معاه في الثمانينات يعني. مدرب طبعا، مدرب دوره مهم جدا، عينيه كويسه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، بيعرف يختار الولد من وسط عدد كتير جدا، له بصمات كتيره جدا على لعيبه بقوا دلوقتي ما شاء الله نجوم فعلا. دوره كان موجود برضو مع النادي الاهلي وفعلا كان فعال برضو، وكان ليه ايجابيات كتيره جدا في وجود نجوم صغيره بقت دلوقتي ما شاء الله لعيبه كبيره. فهو مدرب، كان مدرب فاهم وناضج وموهوب ومجتهد جدا، ودايما كان بيحاول برضو، نجح كمدرب يعني، لاعب نجح ومدرب نجح بصراحه يعني. ده ليه مواقف كتيره جدا جدا، دمه خفيف جدا يعني. مره كنا برضو في تقريبا في اوغندا، وانا ومجدي عبد الغني واخدين الاوضه، كنت قاعد مع مجدي وقاعد مع محمد السيد، والوضع اللي جنبنا رزع وخبط وكوره، يا رب مين اللي جنبنا اللي اكتشف خبطنا، هم الاثنين بيلعبوا بعض واحد ضد واحد. لا بدر دمه خفيف ولذيذ جدا، وانا بحييه طبعا، وهو ناجح في الامارات وناجح هنا في النادي الاهلي. بدر ده اخويا الصغير وحبيبي وعشره كبيره جدا، وانا بعتز بصداقته واخويته، وانسان محترم وانسان جميل وانسان دمه خفيف ولذيذ ومش مؤذي، وكلنا بنحبه، وانا شخصيا بحبه جدا جدا جدا، وبتمنى له التوفيق، واقول له وحشني يا بدر، عاوز اشوفك وان شاء الله اشوفه في النادي الاهلي فرقه الشمس باذن الله تعالى، وبتمنى له كل التوفيق في حياته التدريبيه بامر الله والنجاح ان شاء الله تعالى. بعد الكلام الكبير اللي بيقوله ربيع ده هتقول له ايه؟ ربيع هيخليني زي امين رزق. يعني ربيع بالامانه يعني من الناس اللي يعني ايه زي امين رزق؟ يعني ممكن ابكي بعد الكلام اللي قاله ده، لان ده كلام كبير جدا كتير عليا. انت بكيت اهو. كتير جدا عليا، لان ربيع احنا مرتبطين عائليا ببعض، ما شاء الله من الناس اللي الواحد يعني يامنوا على اولاده، واول واحد حطينا على سكه التدريب كابتن ربيع ياسين. لا هو ربيع ما شاء الله شخصيه يعني جميله. انا اشتغلت مساعد كابتن مصطفى في المعادن مع كابتن ربيع ياسين، وتعلمت تدريب مع كابتن ربيع ياسين. يعني انت ليك محطات مع الكابتن انور سلامه ومع ربيع ياسين ولسه هنتكلم محطات كتير، بس ربيع مؤثر في حياتي. طب